يسعد مساءكم بالخير والصحة والسلامة أعزائي المشاهدين. اليوم ضيفنا المطرب المتألق المبدع رفاه العاشق. رفاه العاشق اليوم صار عنده ردة فعل مو طبيعية. خلونا أنا وياكم نروح رفاه العاشق. يسعد مساءكم بالخير والصحة والسلامة أعزائي المشاهدين. اليوم ضيفنا فنان مطرب صوت جميل. نرحب بالأستاذ رفاه العاشق. حبيبي حسين، أولا أهنيك على هذا البرنامج ورب يوفقك، وتحياتي للكادر والمخرج ورب التوفيق. أستاذ رفاه، اليوم أنت بمحكمة، أنا القاضي وأنت المذنب. اليوم أكو تهم موجهة عليك من جمهورك ومن محبينك وبالوسط الفني اللي أنت بيه، ومضطر تجاوب على كل الأسئلة. أكيد. اليوم عندنا برنامج هو إثبت عراقيتك، راح تقول أهم كلمة بالبرنامج للوطن العربي وللدول كلها، بس مو هسة، بعد ما أوجه لك رسالة. ماشي. أوكي؟ ماشي. ايش قدمت عمل خدم البلد وانت انظلمت به، ما اخذت به اجور؟ والله مو عمل واحد، كثير من الاعمال قدمت. انا اخر عمل قدمته انه من وجه المنتخب السعودي للعراق اغنيه اسمها دارك يا الاخضر. دارك يا الاخضر. اي اكيد، يعني المنتخب السعودي متفضل، ونوجه له تحيه ويا رب الخوة تدوم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انظلمت انت، ما اخذت الاعمال اللي تقدمها، ما تاخذ بها اجور لو شنو؟ هو شوف، الاجور وين تاخذ؟ اجور صالح البلد يعني؟ يعني أنا أخذ أجور يعني خدمة للوطني مصر؟ لا، هذا الموضوع ما قبله أبد. مو بس أنا، أي فنان ما يوافق إنه يأخذ أجر مادي من قبل يقدم في شيء للبلد. البلد إحنا المفروض إحنا الخدمة. اليوم إحنا نشوف الأغاني مالتك على كل القنوات، أنت مو مهتكر؟ لا، اليوم المطرب ما يقدر يشتغل إذا ما يهتكروه. لا، أنا أبد ضد موضوع الاحتكار، أبد ما احتكرت أبد. علاقتك شنو بناجي الشمري؟ لا، صديقي ناجي. صديقي. نعم صديقي، وجهه تحية. تحياتنا للمخرج والمنتج ناجي الشمري. شنو علاقتك برأفة البدر؟ يعني علاقة سطحية. سطحية. علاقتك تحب نصة البدر ولا نور الزين؟ شو غيرت على نور الزين؟ عندي موقف وياه يعني؟ عندك موقف وياه نور؟ أكيد، نور الزين أخذ أغنيتي اللي هي لما جبرتك على العشرة وياي. غناها طبعا، وهي كانت البوابه الاولى للشهره يعني. متفق وياك وعليها؟ لا، انا كنت مسافر بدبي وبعدين. بس انت ما زعلان من يمه؟ لا، انا صالحت وياه بعد، بس انت سؤالك يعني بين يعني نصرت ونور. نصرت. فاثنينهم اصدقائي. اثنيناكم اصدقاء. كل اخوان ان شاء الله. ان شاء الله. انت اليوم من تطلع باللقاءات، انا شايف لك اكثر من لقاء، ما تحب تحكي على اي فنان، انت شنو اليوم تخاف؟ هسه انا اليوم انا كممثل اول مره اشتغل مقدم برامج. نعم. اليوم انا فنان، جبرني على كذا شيء احكي قدام الاعلام، هذا فلان مو زين، هذا فلان مو زين. اليوم انت تخاف ما تحكي على فلان فنان؟ هو مو موضوع اخاف، بس انا مو من اخلاقي احكي على انسان. حلو، عفى الله عن ما سلف. اكيد، بس انا قلت لك نور وجهه تحيه نور الزين اللي هو خبر. تحياتنا للملحن المبدع نور الزين. تحياتنا له. اليوم انت وين تشوف نفسك؟ الاغنيه العراقيه منهبطه صاعده، مقتنع بالاغنيه العراقيه ب 2018؟ لا، اغنيه هابطه جدا مو مستوى الاغنيه العراقيه. من السبب القائمين على هذا الشيء؟ ومن والله هو السبب اثنين، المتلقي والملحن والشاعر كذلك. لانه الشاعر حقه. بس الشاعر ما له شغل، انت تريد من يمه؟ انت هسه شلون تروح تشتري مخبط؟ انت الشاعر اللي حيعطيك الف كلمه، يعطيك الف كلمات، يقول لك هذا عندي هنا سيناريو، هذا سيناريو، هذا سيناريو، انت جيب واختار. مو لا تسمح لي حسين، انا قلت لك شغله واحده، قلت لك انه المتلقي سبب والملحن والشاعر كذلك سبب، يعني مو انا ادب اليوم على الملحن والشاعر، لا. المتلقي كذلك، المتلقي ما يريد اغنيه خفيفه، عفوا ما يريد اغنيه ثقيله رومانسيه، لا، يريد اغنيه سريعه وكلام مع احتراماتي لك اقول عليه كلام رديء. رديء. طبعا احنا اليوم ما راح نخليك تغني لان قلت لنا مريض سوى عمليه. اي صحيح. اوكي، نحترم رايك. اشكرك ورغبتك. نمت بالليل انت؟ نعم. وقعدت الصبحيه؟ اي. قدمت عمل ونمت بالليل، قدمت العمل ونمت، قعدت الصبحيه نرأي النجوميه تجي بايه. صحيح. قدمت عمل نمت بالليل وقعدت الصبح قلت نفسك نجم، العالم تاخذ لك صور، يعرفوك من الجنوب للغرب. صح. اي، باي عمل هذا واخراج منه وعلى اي قناه؟ أغنية أبو شامة. أبو شامة. أبو شامة هي هويتي طبعًا. هي هويتي. أغنية إجاك إجاك كذلك. أبو شامة، لا، أريد البرزت بيها، صرت نجم. هويتي أبو شامة. كلمات منو؟ ألحان منو؟ على قناة. كلمات عادل محسن. على تحياتنا لعادل محسن. تحياتنا لعادل محسن، ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله الشفاء العاجل. وألحان ألحان علي محمود العيساوي، كذلك وجهة تحية لعلي. علي محمود. على قناة. على تلفزيون الشباب. بأي سنة؟ 96. بال 96 برزت تبيها؟ أكيد.
هويتي صارت هويتي الفنيه. لا انا احكي بهاي الفتره انا اشوفك من اشوفك بالمول من اشوفك فلان بوكان اشوف العالم تصور وياك وفرحانه بيك. باي عمل برزت بهاي الفتره؟ اجاك اجاك الحلو يمشي وراك. حلو. كلمات منو؟ كلمات ايضا لا عفوا حسين الشريف. حسين الشريف اي اخراج اخراج هي اوديو لو لا 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 مصوره نعم هي مصوره كنا نسامحها بس اوديو هي اشتهرت اوديو اوديو اي بس هي وعرفت اكثر شيء باللقاءات من كل بلقاء واغنيها فالتصوير هذا متمنتج وينزل فيعني كذلك هي باللقاءات انشهرت يعني تقريبا هواي تطلع لقاءات انت عجب يعني هواي شارك باللقاءات الحمد لله يعني مقبول من قبل اللقاءات يعني هسه حضرتك انت سالت بي يعني اي ما قصرت هسه جيت لبيت اتمنى لك التوفيق اتمنى لك التوفيق الشتا منك هواي هواي يا مبدع راح اعطيك كلمه عباره عجبك تجاوب عليها عجبك ما تجاوب براحتك اوكي الفن علاج لمن كسرت الحياه قلوبهم اكيد الفن علاج روحي مثل ما نقول لانه هواي فقدنا ناس فما اروح اداوى لا اروح ازم عودي حلو واعزف ارتاح دندن ويا العود هذا علاج روحي مثل ما نقول يعني وتقعد ويا الالات الموسيقيه اكيد اكيد هذا هو هذا علاجي يعني علاج اليوم سهرات ليليه يمكن تنزل لا لا ما انزل سهرات ابد ابد شنو الاسباب؟ السبب شخصي اوكي نحترم رغبتك ما اريد ما اريد داري اتجاوز على اللي غريب بالنوادي الاهلية فخليني احتفظ بهذا الموضوع سبب شخصي حلو حلو ترى ما رغبتك الشخصي انت اليوم ايش عجب ما يعني ما وقعت اهتكار ويا ناجي الشمري ما خليته يهتكرك ويا رأفت البدر ما رحت المجموعه خليتهم يهتكروك وهم يسووا لك كليبات ويعني تاخذ نجوميه اكثر بعد شوف حسين الاهتكار بمعنى اغني بنوادي الاهلية لهذا انا غافل لا لا هذا هو من ضمن العقود يعني هو شو يسوي بالمطرب شو يسوي الكليب شو راح يسوي يزيد نجوميه الفنان بعدين شو يسوي الفنان يقول له لازم تغني فلان مكان وغصبا ما عليك لا اسجل يعني ما عندك امكانيه تسجل فيديو كليب على حسابك وتطير القناه اي ممكن بس انت تقول احتكار الاحتكار واحد اها صحيح نعم احتكار واحد انت اليوم راضى عن نفسك؟ اللي وصلت له؟ مقتنع باللي وصلت له؟ لا بعد لا طبعا أي فن؟ أنت تقدم برنامج عندك؟ أي برنامج اسمه راح نغير حياتك. راح نغير حياتك. برنامج إنساني. مقاطع على اليوتيوب ويا العوائل. ويا العوائل. على هنيك على هذا البرنامج. الله يسلمك. يمكن ضيف وياك ممثلين. فنان وإعلامي. وإعلامي. ورياضي. حلو. أتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. إن شاء الله راح تكون تضيف. أشكرك أنا. إحنا شكو شيء بخدمة الأيتام وخدمة الفقراء إحنا خدامك. أكيد أكيد الإنسانية مطلوبة. إن شاء الله. اليوم أنا راح أعطيك حوار. توجه للوطن العربي، يعجبك تقول حوار لطيكية، يعجبك انت من يمك تضيف، بس نعم. احطك الفكرة فهمها ووجه رسالة، مو تمشي على الحوار مالك. تمام. راح اسولف لك الفكرة. نعم. كالآتي، راح توجه للوطن العربي راح تقول لهم الإرهاب لا يواجه العراق، العراق بلد الأمان، نتمنى من كل الدول تزور جمهورية العراق، تدسموا على العراق إعلام كاذب، اكو قنوات تقول العراق هيك العراق هيك، وأنت جاي تشوفها ستة البصرة وتشوف الدول جاي تجي كلها بالبصرة، فدائما يسولفون يقولون انه لا حد يزور العراق، شو توجه للوضع العربي؟ لك الكاميرا ولك الجو. انا اكو في موضوع بدي اقوله انه ابي ضيف من سلطنه عمان اجى للعراق فكان متخوف انا وجهت له دعوه فمتخوف من الاخبار وكذا فمن اجى قال لي رفارد امشي بكل الشوارع لانه بدي اوصل صوره ان العراق بلد انساني، بلد يحب الخير، يحب الحياه، بدليل انه اي شيء يصير هو ينسى يعني ينسى كل شيء فاوجه وبدليل انه السعوديه من اجتي للبصره قالوا يا ريت يتكرر هذا ونحن نطلب من يجي لبغداد، فالارهاب انتهى ان شاء الله وماكو ارهاب. نشكرك على هذه الكلمه اللي قلتها، صحيح الارهاب ماكو، انا عمي ضحى على مود الوطن. نفس موضوع الارهاب يعني عمي قتل عمامنا كنا نموت على مود العراق ليش؟ عليم شو التذاكر ضيف هم غلطتني ويعني تطلع اذا اشوفك اكو صار اذا انا اعتذر اذا انت مخرج وقائد العمل اذا اكو شيء اكو شيء اسمه مونتاج اقطع يلا ريلكس كون ريلكس صحيح حتى يقطع لك كتان زين يلا ريلكس قول لحظات يعني هي فائده لك يعني صحيح 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 فائده لك فائده البرنامج اوكي جاهز؟ اوكي يلا جاهز نصور ونرجع معاكم اعزائي المشاهدين بدون نرجع تمام ما فاصل مجرد يعني عادي حوار اختيار بدون ما نقول نرجع اوكي جاهز؟ كيو
استاذ رفاه وجهت كلمه للوطن، وفعلا انت مبدع ومتالق. الله يسلمك. فعلا انت صاحب الحنجره يعني المميزه. الله يسلمك. يعني الاصوات نسمعها، الاصوات الجميله من ذوقك هذا. شكرا حبيبي. السؤال الثاني، سالتك السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، اليوم انت شفت صريح بحلقتنا ويانا، كنت مبدع وكنت متميز. الله يخليك. متميز. حسين لا انت ليش تعد الاسئله؟ السؤال الاول تسال البدايه. حلو بس تعبنا اخر مره. كان شو اسمه؟ رفاه. يلا ما تفرق حبيبي. يلا رفاه. يلا يلا. بقدر اسالك كم اسئله؟ يمكن له اربعه. تقريبا اربعه. هذا شو يقول؟ يقول السؤال الاول سالناه سؤال. حليم حليم انت شو من امي حليم؟ انا بعد ما اقدم تعبان. شو يصير؟ ما اقدم. انا بعد ما اقدم حليم، اذا وياك ما اقدم. شنو رايك بهالموضوع؟ حسين الله يعني ما يعرف. بقى عندك كم سؤال؟ اسال اليوم خليه. انا قاعد في المستشفى. ذيك الحلقه، ذيك الحلقه تعبتنا حليم. شنو؟ قاعد يناقشني. تعال يلا خلينا نشتغل. تعال يلا راح ارجع اقدم. تعال يلا يا حليم. حليم يلا حبيبي يلا خاطر. يلا خاطر حليم. سلم. انا اول مره يقدم. وانت منافق. وانت منافق. اجور قطع كميه يعني. والله ليش تضغط على الوقت؟ ليش تصيح؟ ليش ما لك؟ ما لك اصلا. قدم لك وانت جارك ابو مروه. انت مو جبتني. انا جبتك بس هو رجال وافق عليك راسا. قال لي ما يخالف. روح جيب هدى مغازيكه اسير. روح. والله العظيم شنو؟ انت لا والله انت مخرج فاشل. بس حسين شنو الموضوع؟ لا متى عيب اول عيب هذا الحكي. عيب هذا الحكي. ما انت متجاوز عليه. عيب. اذا انا مو مقدم فقدم. شنو؟ قاعد 28 مسرحية عنده 36 فيلم اعمال بقد عمرك. احنا ما علينا من 36، علينا برنامج. حسين ثاني. حسين خاطر بقد ابويا. نعم. ما يخالف. قندرتك على راسي. حسين حسين هاي الخاطر. لا خاطر على راسي. يلا كمل الحلقه حسين كمل. بس شفت ابني. بس خلنا نحكي بس اعطيني مجال. بس شفت بنيه ظلت تتلوق قبالها زين. نشوف البنات. حسين خاطرك كمل الحلقه. الخاطر ما كمل اليوم وياك. اليوم ما كمل ومداقر انا وياك واثنين برامج عندي منتظرتني زين. لو لا مو حال برنامجك هذا العاوي. ها؟ اوكي. هسه اخذ جوله واطلع. ورفاع العاشق انا جبته ترى مو انت جبته. ثلاثة ثلاثة بالشارع ما يعرفون. انت جبتها يعني تخرب علي انه مرة تشبيك. لا انت شنو الفيلم؟ ما يصير انت تحكي على المخرج. حسين حسين انت تحكي على المخرج. حسين والله المخرج سيد الحلقة مالك. وشنو الصايع عليه؟ ترى انا ابوي ما صايع عليه. حسين ايه؟ حسين تفضل. تفضل. شفت عصبي مالتك مرزتك؟ مو ذل عصبيتك بيا. انت هسه مو انت انت بجد ابوي. الضيف عندنا فلوس. يلا اطلع هسه عادي حط اعطيني جوله. حط اعطيني فلوسك. شو اللي بتحاكوا انتوا؟ اطلع. ها والله مو شيء. اعطيني 50 راح اطلع. انا ترى ما يصير. بس احترمتك بقد ابويا واحترمتك الخاطر شباب. شفت اتمنى الشاب بقد شو اسوي له. لازم يلا اطلع. قليله بعد 50 على الاتفاق. 50 انت سويت انت خربت البرنامج. يا صايح اطلع بقد ابويا. اطلع يا صايح. اطلع بقد ابويا. اطلع يا صايح. لا احسن اطلع لك. تعال شو طالع؟ شو طالع؟ مشي وقت يا اطلع على المخرج. ما اطلع اليوم. هو مطلع. يلا ابو رفاه طلع. رجال طلع. رفاه لا تتدخل. انت تتدخل. انت اقعد لا تتدخل. يعني انا هسه وانت فرابطني بس انت تسمي الشعب بدك. والله الخاطر الضيف. فرابطني الخاطر الضيف هذا. تتدخل. لا تتدخل زين. لا لا تتدخل. انا لا اقول بقد ابوك. انت تتمنى اك شعب بقدي. تطلع سلم. ما رفاه طلع. رجال طلع. فانت تتدخل. لا تتدخل. وخا مش قد ابوك واحد ترى. انت يا ساكت ترى. والله اذا بقد ابوك. بره الله صحيح. ما تشوف انت اخوي. اعزائي المشاهدين خابرته قلت له يدك باعلان خطيه للوطن اجى راسين.
وما يدري هو كان ببرنامج سواها توني. شو رايك بالفكره؟ والله اشتريت بس ما يعني يا ابو مروان اطلع بابا طارد فلوس ولا 50 شنو السالفه؟ انت 100 مو انا وقتك ال 50 بدي اطلع احنا 100 مو خليك على هذا البرنامج وانا شرب ورو الغالي ومخرجنا الغالي طبعا انت هم لك فد موضوع يعني جدا جدا انت اهتزيت يا حسين. تحياتي لكم يا ربي التوفيق لنا وللشعب العراقي ولنصر العراق يا رب. تشرفنا بيك ونشكرك. ليش شرف؟ انت اخونا باكر وحلقه جديده ومشاكل جديده وطلع يفعل ابو مروان باكر ويا تويو. باي باي.